إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يخلد المغاربة هذه الأيام ذكرى من أهم الذكريات في تاريخهم المجيد، ذكرى غيرت مجرى التاريخ المغربي المعاصر، وشهدت بعبقرية الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، وببطولة وشهامة المغاربة جميعا. إنها ذكرى المسيرة الخضراء، وقد جرت العادة أن نستحضر كل سنة هذه الذكرى الغالية لنستخلص منها بعض الدروس والعبر. أحداث التاريخ، سواء كان هذا التاريخ تاريخ المغرب أو تاريخ الدول أو تاريخ الأمم أو تاريخ الأنبياء والرسل، إنما نقرأه ونستذكره من أجل أن نأخذ منه الدروس والعبر، ماشي كنعاودوا الحجايات فقط لأجل التسلية وضياع الوقت. فتعالوا بنا نستحضر بعض الأحداث ونستخلص منها بعض الدروس. أول درس نستفيده هو أن أجدادنا الذين ذهبوا في تلك المسيرة الضخمة من أجل استرجاع الأقاليم الصحراوية من يد المستعمر الإسباني الصليبي، ذهبوا وهم يحملون المصاحف، ولذلك يقولون بأنها كانت مسيرة سلمية، وأن سلاحهم هو المصحف. فكيف حالنا اليوم مع المصحف؟ كيف حالنا مع القرآن؟ كيف حال أهل القرآن فينا؟ فينا هما؟ ها؟ كيف نعاملهم؟ ماديا ومعنويا؟ هما الآخرين في المجتمع؟ أيليق بنا هذا؟ أجدادنا ذهبوا لتحرير الأوطان وهم يحملون المصاحف، وإحنا كنعرفوا المصاحف وأهل القرآن والمساجد قيمتها عندنا هي الأخرى، آخر شيء في المجتمع عندنا هو القرآن. أين القرآن في بيوتنا؟ فينا هو؟ أين القرآن في المجتمع؟ وأين القرآن في محاكمنا وفي تشريعاتنا؟ ما كاينش.
من الدروس التي نستفيدها أن المستعمر لما دخل إلى المغرب، سواء كان المستعمر الفرنسي أو المستعمر الإسباني، وما رب حال بحال حيث هما قسموا الوزيعة وعاد دخلوا، قسموا بينهم البلدان وقسموا بينهم أحيانا حتى البلد الواحد كما وقع في المغرب. سبليون خدت الشمال والجنوب والفرنسا خدت الوسط. كان هم المستعمر هو التفريق، تفريق الوطن والتفريق بين الشعب وبين العرش، بين الحاكم والمحكوم. ومعروف الظهير البربري، وهذا كله لأجل إضعاف البلاد والتفريق بين الناس حتى يسهل عليهم نهب الخيرات. لأن لا بغيتي تقضي على شي أمة خصك تفرقها، ها؟ باش غيوقع لنا بحال هذيك القصة ديال أكلت يوم أكل الثور الأبيض، عارفين هذيك القصة؟ لما أراد الأسد أن يأكل ثلاثة من الثيران يمكنش يأكلهم كاملين، فاستفرد بكل واحد كي يأكل واحد بواحد. هكا كيديروا لنا الأعداء، قسموا المسلمين. لما كانت الخلافة الإسلامية كانت لها شوكة وقوة، ثم قسموا المسلمين إلى دول، ثم قسموا الدول إلى طوائف وفرق كما هو في كثير من الدول الإسلامية الآن. وإن أعداء الوطن إلى اليوم لا يزالون يتربصون بالمغرب الدوائر وينتظرون الفرصة للانقضاض عليه وتفكيكه وتقسيم خيراته، راه ما كيتسالوش ديما كاينين. فأعداء توحيد الكلمة وأعداء كلمة التوحيد دائما موجودون ومتربصون، فلنحذر مخططاتهم. اللي بغي يقسم ما عنده ما يقسم، احنا اصلا احنا مقسمين، فيجب ان نحتاط وننتبه. الدرس الثالث، لقد ساد اجدادنا بالحق والعدل وبالصبر والتضحية والجهاد في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل الحفاظ على الوطن متماسكا، وتعاونوا على ما فيه خير لهم ولبلادهم، ووقفوا في وجه كل ظلم وفساد وتفرق، وفي وجه كل انشقاق من شأنه أن يضعف الأمة المغربية أو يؤخرها أو يحولها إلى طوائف متناحرة، وتمسكوا بقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هكا باش هما وصلوا، بهذا طردوا المستعمرة من البلاد، وإلا لو تفرقوا وتحزبوا كرامة المستعمر كاين. إن الأمة المغربية إذا دعيت للدفاع عن مقدساتها لا تتردد، فهي أمة التضحية والكفاح وأمة الجهاد والاستشهاد، وهي في ذلك تستجيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. حديث رواه الإمام الترمذي. هذه من الأمور التي من أجلها يضحي الإنسان بنفسه، يدافع عن دينه وعن وطنه وعن أهله وعن دمه وعرضه وأبنائه، وهذا الذي فعله أجدادنا. ولذلك قدموا أنفسهم واسترخصوها في سبيل الدفاع عن الوطن وفي سبيل أن يبقى هذا الوطن رافعا رأسه بالإسلام.
فالدفاع عن المال والدين والعرض والوطن جهاد في سبيل الله تعالى يستحق صاحبه مرتبة الشهادة في سبيل الله. فاللهم أصلح أحوالنا، آمين. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، إن هذه الذكرى المجيدة تذكرنا باسترجاع أقاليمنا الصحراوية من يد المستعمر الإسباني الصليبي تحت القيادة الحكيمة للملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله. وإن من الوفاء لأجدادنا المجاهدين الذين ضحوا بالنفس والنفس، من الوفاء لهم أن نحافظ على استقلال هذه الأرض وأن نعمرها بالإيمان والخير والإحسان. وإن المسيرة لم تنقطع ولا تنقطع ولا زالت قائمة، ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى مسيرات وليس إلى مسيرة واحدة فحسب. نحن بحاجة إلى مسيرات لا نجوب فيها الشوارع ولا نتجمع في الساحات ولا نخرج فيها للمظاهرات، وإنما نحتاج مسيرات إصلاحية في مجال التعليم والصحة والعمل والإعلام وفي كل مجال. إلا كان الأجداد ديالنا ضحاو بأنفسهم وبأموالهم وجاعوا وقتلوا باش يحروا هذا الوطن، باش حنا نعيشوا فيه كرماء. ونحن اليوم مسؤولون عن الحفاظ عن الوطن. ما طلبناش منك تمشي تجاهد ولا تضحي بنفسك، فقط فيما أنت فيه، في مهمتك، في وظيفتك، في مهنتك، في عملك. وكتشوف واش كنديروا، الغش والكذب والخداع. أجدادنا ماتوا للدفاع عن الوطن، ونحن ننهب الوطن ونسرق الوطن ونأكل أموال الوطن ونظلم الناس ونهضم حقوقهم. ودابا حنا بالله عليكم واش زعما الا جا المستعمر غنعاودو نخرجو؟ ها، الذي يغش ويسرق وينهب الاموال هذا غادي يطرد المستعمر؟ هذا غيجيب المستعمر ماشي غيطردو. هذه هي المسيرات التي نحتاجها اليوم، المسيره الخضراء ذا كانت قام بها قام بها الرجال. اين هم الرجال اليوم الذين يحملون هذا الوطن وينقذونه مما هو فيه من البؤس؟ الشباب ديالنا هما كيموتوا في البحار، الا زعما ما كاين ما يدار في هذه البلاد؟ ها، ما كاينش فرص للعمل؟ ما هذا الوطن هذا ضاق باهله حتى اصبح يضحي بابنائه؟ اننا في حاجه إلى مسيرة علمية وفكرية نحرر بها عقولنا وأفكارنا من الغزو الفكري والإعلامي الذي يهدف إلى إبعادنا عن ديننا وأصالتنا وثقافتنا وعن تقاليدنا وقيمنا. راه المستعمر خرج، يعني كما تيقولوا خرج من الباب ودخل من السرجم، دخل من النوافذ، دخل من الإعلام. وشوفوا وليداتنا الان، هي احنا ما عشناش الاستعمار، ولكن جدودنا اللي عاشوا في الاستعمار والله خير منا في تمسكهم بدينهم وعقيدتهم وقرانهم. ها والله مصيبه، في الاستعمار كان القران يدرس في المساجد وفي دور القران، وكانوا وليداتنا في الجوامع كيقراوا العلوم الشرعيه. ونحن الان ما كاينش استعمار، وليداتنا ما كيعرفوش يقراوا القران ثم المصحف. شكون اللي محتل؟ حنا ولا جدودنا؟ ها، نحن المحتلون
فكريا. الاستعمار ما تيكونش غير في الارض. المستعمار الخطير هو اللي كيكون عندك في الذهن في الفكر. هذا الذي وصلنا اليه. فنحتاج الى مسيره فكريه علميه تحرر ابناءنا وتحرر عقولنا. وما يمكنش هذا الشيء يتم الا باصلاح التعليم، والا بان نرجع للمساجد دورها. راه من تما كيبداو بتحفيظ القران واللغه العربيه، هذوما الاولى كيبداو بهم، وبعد ذلك ننفتح على باقي العلوم. اما الا فرطنا في القران وضيعنا لغه القران فلا خير فينا ولو وصلنا الى ما وصلنا. كلنا مدعوون اليوم للمشاركه في هذه المسيرات العلميه الفكريه الاصلاحيه، كل حسب تخصصه ووظيفته وقدراته ومكانته ومسؤوليته. وكلنا مسؤولون امام الله تعالى عن هذه الامانه. راه كل واحد فينا غيتسول. وقفوهم انهم مسؤولون. اقول له ديك الساعات انا وقفوهم. الله عز وجل ينادي يوم القيامه الملائكه وقفوهم انهم مسؤولون. الكل سيسال، الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم، الوزير والفقير، كل شيء غيتسول. كل حسب وظيفته. واش فعلا اديت هذه الوظيفه كما يجب او انك ضيعتها؟ وشوف ديك الساعات الجواب كيف سيكون. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا فأعنه عليه ووفقه إليه واجزه عنا خير الجزاء. ومن أراد بهذا البلد شرا وأراد بأهله سوءا، اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم قنا شرورهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.